استكمالا لبرنامج الاحتفال بالذكرى العاشرة للهبة الشعبية الحضرمية، وبعد استنفاد كافة فعاليات الذكرى والتي أعلن عن الانتهاء منها مسبقا، أعادت اللجنة التحضيرية لأحياء ذكرى الهبة الحضرمية العاشرة الإعلان عن إقامة حفل خطابي وفني راقص لإعادة الزخم الشعبي لهذه المناسبة في خضم الحراك السياسي والحقوقي الذي تمر به حضرموت. المزيد في سياق هذا التقرير. لا جديد يذكر، خطابات ووعود وتعبئة شعبية، لكن هذه المرة لم يسلم المجلس الرئاسي اليمني منها. ومع خضم الحراك السياسي والحقوقي الذي تمر به حضرموت، رفع الصوت من داخل حضرموت بالمباركة لاقتسام موارد المحافظة مع المركز، قربانا لخارطة المبعوث الأممي المعلنة، مع رفضهم في هذا اللقاء أن يكون الحلف والمؤتمر الجامع تحت عباية أي طرف بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص المفاوضات، وسيفاوض عن حضرموت بشكل مستقل ضمن الأطراف اليمنية. نحن حريصين كل الحرص على أن تكون استحقاقات حضرموت حاضرة في أي كسوة سياسية قادمة، ولا مانع أن يكون هناك شيء للمركز، إذا في نسبة تروح للمركز لا لدينا أي خلاف، لكن ما تبقى هو نسبة المجتمع المحلي للمحافظات المنتجة. نحن حريصين على أن هذا الموقف يكون صالح حضرموت، وسيعبر عن ذلك مؤتمر حضرموت الجامع أو حلف قبائل حضرموت. بعد 10 سنوات من التضحية والنضال وطرح قضية حضرموت أمام المحافل المحلية والإقليمية والدولية والدفاع عنها من حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، فإن خيار التمثيل أمر محسوم، وأي جهة تحاول تعيق ذلك ستتواجه بحضرموت، هكذا أعلنها رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع في إشارة إلى أن ملف تمثيل حضرموت في العملية السياسية قد حسم، ليبقى الصراع السياسي الداخلي مفتوح على كل الاحتمالات. لا شك أننا نطرح قضايا حضرموت أمام المبعوث الدولي وأمام الجهات الإقليمية والدولية، ونؤكد أن بعد 10 سنوات من النضال ومن التضحية استطاع حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع أن يحقق تقدم في القضاء السياسي، وأن يطرح قضية حضرموت في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية، وبهذا يكون ملف التمثيل قد حسم، يعني ملف التمثيل لصالح حضرموت هو أمر محسوب، لصالح مؤتمر حضرموت الجامع أو لحلف قبائل حضرموت. حقوق حضرموت لطالما ظلت شماعة للمكونات السياسية طيلة الأعوام الماضية ولا زالت حتى اليوم، إلا أن قيادة الهبة الشعبية أكدت أن ليس لديها اعتراض في أن تعطى النسبة المستحقة للمركز تحت رعاية الوسطاء الأشقاء في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، مع إعطاء النسبة المستحقة لتنمية المجتمع المحلي الذي هو استحقاق للأرض المنتجة، في إشارة إلى التصادم مع قرار سلطة محلية بوقف الإيرادات للبنك المركزي. كذلك نحن حريصين على استحقاقات حضرموت وما تروه من تسوية نهائية. نحن نبارك أي جهد ولا أي حلول تأتي عن طريق الدول هذه لإنهاء معاناة الشعب اليمني أو حل الأزمة اليمنية والتخفيف من معاناة المجتمع. المجتمع لا ينتظر بحسب بن حبريش من الجهات الحاكمة أي تقدم أو تحسن في الملفات الخدمية، رغم كون المؤتمر الجامع شريك كذلك في الحكومة وهيئات المجلس الرئاسي، إلا أنه أكد على تصعيد التعبير عن رفض هذا الواقع السيء واجتثاث من وصفهم بالعابثين والفسدة، والثبات على الموقف وعدم التنازل حتى تحقيق مطالب أبناء حضرموت. فمتى ستنال حضرموت حقوقها، أم أنها ستظل ورقة للابتزاز السياسي والتعاطف الشعبوي؟